بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا. أبيات من نظم الشاعر المعروف الكبير العالم السيد رضا الهندي رحمه الله، السيد رضا الهندي الشاعر الكبير. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا. يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا. هل جئت في دين النبي ببدعتي؟ حاشاك حاشاك يا أبا عبد الله. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إي والله، أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه، فغدوا حيارى، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. صلت على جسم الحسين سيوف، صلت على جسم الحسين سيوف، فغدا لساجدة الضبا محرابا، محرابا يا محرابا يا عطشان، عطشان ذاب فؤاده من غلته، عطشان ذاب فؤاده من غلتي. لو مست الصخر الأصم لذاب. أي عطش هذا؟ عطشان ذاب فؤاده من غلتي، لو مست الصم، لو مست الصخر العصا
لذابا 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 إلى أن يقول ويصون نسوته ويسبي زينبا. هذا يزيد. ويصون نسوته ويسقي زينبا من خدرها وسكينة وربابا من خدرها وسكينة وربابا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما بينا ليلة البارحة أن هذه الفاطميات أيضا ستكون كالعام الماضي إن شاء الله تعالى. بعبارة أخرى أن نختار لكل مجلس من المجالس بعض العبائر أو عبارة واحدة من خطبة الصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام، ونسلط الأضواء على تلك الفقرة أو الفقرات اللي هي ترتبط بموضوع معين، موضوع واحد. وليلة البارحة ابتدأنا هذا المشوار ولله الحمد، وقرأنا على مسامعكم الكريمة بعض فقرات خطبة الصديقة الطاهرة فاطمة عليها السلام المرتبطة بالظلم الذي تعرضت له الزهراء وتعرض له أئمة آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين من بعد الصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام. وقلنا أن هذه الفقرات تفتح لنا أبواب واسعة على معرفة هذا البحث المهم اللي هو بحث الظلم والظالمين. شوفوا إخواني، بس هذا البحث بجنبتين، جنبتان في هذا البحث. الأول الظالم، تعريف الظالم، أقسام الظلم، يعني مصير الظلم والظالمين. أكو بيه المظلوم اللي تعرض للظلم، بحث المظلوم. أنا طارحة قبل كم سنة، سنتين ثلاثة ببغداد، طارحة بعشر ليالي بحث المظلومية، المظلومية في القرآن الكريم. هذا بحث مفصل طرحته في وقتي. الآن خلونا مع الظلم والظالمين. والزهراء عليها السلام أشارت بخصومها وخصوم علي بعد شهادة النبي، وقالت لهم أنكم من الظالمين، بل أنتم الظالمون. واضح الكلام؟ هذا يجرنا للظلم والظالمين. زين، البارحة ابتدأنا بتعريف الظلم كمحطة أولى، صحيح؟ وانتهينا من تعريفه وقلنا هو وضع الشيء في غير محله، وجبنا بعض الأمثلة على ذلك التوضيحية ووضحناه للإخوة وانتهينا من ذلك. زين، ثم انتقلنا ليلة البارحة إلى محطة ثانية، الليلة نريد نكملها إن شاء الله تعالى، ونبدأ بمحطة ثالثة إذا أسعفنا الوقت إن شاء الله تعالى. المحطة الثانية شنو كان؟ أحسنتم، أقسام الظلم في القرآن الكريم. وقلنا أن للظلم ثلاث أقسام في القرآن الكريم. القسم الأول ظلم النفس، والبارحة توقفنا عنده. وبعد أكو الظلم بين العبد وربه، وبعد أكو الظلم بين العبد ومجتمعه، بين الإنسان والآخر يعني. البارحة توقفنا عند حدود الظلم مع شنو؟ مع النفس. تلونا عليكم آيات ذلك، عرفنا هذا الظلم، وبعدين أخذنا الكلام وتركنا القسمين الآخرين اللي نريد نقف عند القسمين الآخرين. هسه لبلبنا البحث، رتبناه حتى نبدأ بالجديد إن شاء الله تعالى. زين، خلاصة ما قلناه ليلة البارحة وتلونا عليكم بعض الآيات أن ظلم النفس هو عبارة عن تضييع الحقوق والواجبات والإتيان المحرمات نستجير بالله، وتجاوز الضوابط والقوانين التي وضعها الله تعالى لصالح وصلاح الإنسان. مو تقولنا وجبنا بعض الأمثلة على ذلك. هسه جت بالي هسه فد شيء بسيط، دقيقة واحدة، أقل من دقيقة. عندنا المستحبات بعد كل فريضة،
أنه الإنسان لما يكمل الفريضة يسبح تسبيحة الزهراء، ثم يقول مرة واحدة لا إله إلا الله، ثم يقول ثلاثا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الجلال والإكرام وأتوب إليه، ثم يسجد ويقول ثلاثا يا ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. هاي موجودة في المستحبات اللي يخلوها أئمة آل البيت عليهم السلام. يا ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. ظلمت نفسي بشنو؟ بالذنوب والآثام والمعاصي وإلى آخره. هذا ظلم النفس. القسم الآخر اللي هو الظلم بين العباد وبين ربهم، خلي أقرأ عليكم بعض آياته. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى نروح للثالث وأجي إلى موضوع مهم وهو مصاديق الظلم في القرآن الكريم، وهذا بحث طويل. كمحطة ثالثة إخواني شوفوا، أتصور راح نبقى بهاي الليالي، يعني البقالي الليالي اللي بقت لي أبقى عند حدود المحطة الثالثة، يعني راح نكمل الثانية إن شاء الله انتقل للثالثة، ما أتصور راح نتجاوز الرابعة والخامسة. عندي من بعد الثالثة، الثالثة اللي هي مصاديق الظلم في القرآن وتطبيقها على خصوم الزهراء وآل البيت، إنزالها عليهم، يبقى عندي قرابة الأربع محطات أو خمسة في بحث الظلم في القرآن الكريم، هذا أؤجله إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى، الوقت ما يكفي. زين، مثلاً القسم الثاني من أقسام الظلم اللي هو بين العبد وبين ربه، إذ قال لقمان وهو يعظه، قال لمن؟ لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله. شوفوا هذا الظلم بين العبد وبين شنو؟ وبين ربه. هسه تقول لي شنو رب الظلم؟ يقول لا تشرك، شنو ظلم؟ لا، مو شوف تكملة الآية، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ها، سمى الشرك شنو؟ ظلم. هذا الظلم بين العبد وبين ربه من خلال الشرك مثلا، من خلال الشرك مثلا. هسه وشنو تعريف الظلم بالقسم الثاني بين العبد وربه؟ خلي هيك اعرفه، اقول تضييع حقوق الله تعالى. الله اكو له حقوق على عباده وما له حقوق، يعني شكر المنعم هذا حق من حقوقه ولا؟ هل جزاء الإحسان إلا شكر المنعم من حقوق الله. تضييع حقوق الله وتضييع صفات الله الجمالية والجلالية، هذا ظلم بين العبد وبين ربه. القرآن الكريم يقول إن الشرك لظلم عظيم. بعد هسه آيات أخرى كثيرة أستفيد من الوقت، خلوني أستفيد من الوقت. طبعاً نانا أكو عندي محطات أخرى راح أجلها، هذا بحث الشرك أكو به هواي دقائق قرآنية مهمة أجلها للمحطة الثالثة، لأن من أبدي بمصاديق الظلم، أول مصداق من مصاديق الظلم راح أخليه الشرك، أكو عندي نكات قرآنية هنا أنا مهمة راح أبينها، فخلي أستعجل. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني. ثلاثة اللي هو الظلم بين الإنسان والإنسان، مو بس إنسان وإنسان، بين المخلوق والمخلوق، سواء كان هذا المخلوق إنسان، سواء كان نبات، سواء كان بيئة، سواء كان كل شيء، مو شيء ظلم. هذا شنو بالقرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما السبيل. طبعا هاي الآيات يعني إخواني الله يحفظكم، أنا كل قسم مو قاعد أجيب كل آياته بالقرآن، أختار لي آية آيتين، واضح؟ هذا يعني بس أبين الفكرة. زين، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، تضييع حقوق الناس في أموالهم، في أعراضهم، في حقوقهم، في سمعتهم، هذا كل شيء يسموه ظلم. ظلم، هذا كله ظلم، تضيع حقوق الناس ظلم. وهذا لو أرد أفتح الباب هنا، أنا تدرون إيش قد أكو عندي حكي على مستوى المجتمع، على مستوى مسؤول، على مستوى الرعية، على كل المستويات هنا ظلم، على مستوى
زوج ويا زوجته، على مستوى الزوجة ويا زوجها، على مستوى الأب ويا أولاده، على مستوى الأبناء ويا أبوهم، على مستوى التلميذ وأستاذه، على مستوى الأستاذ وتلميذه، على كل المستويات اللي تجيب بالك والما تجيب بالك. هذا باب إذا فتحناه شي خلصنا. هذا كله شنو؟ ظلم، تضييع حقوق، ظلم. هذا الآن يسود على مستوى السوق، على مستوى المعاملات التجارية، على كل المستويات. هذا باب واسع يدخل تحته. أقول ما لذ وطاب، والله ما هو يصير إيش يا عبر، ما يصير، ما أدري. هذا الباب إذا فتحناه ما نقدر نطلع منه، ولهذا بس نشير له. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هذا هم القرآن يسميه هاي ثلاث أقسام للظلم في ال... أكو رواية هسه قبل لا أنتقل للمحطة الأساسية اللي أريد أقف عندها، المحطة الأساسية. أكو رواية للإمام زين العابدين كمحطة استراحة، خاف بعض الإخوة يتعبون يقول لك البحث نظري كذا. الإمام زين العابدين رواية عجيبة، الإمام سلام الله عليه يقول أكو ذنب، وإحنا قلنا المعصية ظلم يوم مو ظلم، وضع الشيء يعني في غير موضعه، تخلي المعصية بمحل الطاعة ظلم، مو شيء تجعل لله شريك، الله ما عنده شريك، تخلي شيء بغير محله ظلم. ذنب يغفره الله تعالى، زين العابدين يقسم الذنوب يقول ذنب يغفره الله. يا ذنب، يقول الإنسان بينه وبين ربه، إنسان بينه وبين طبعا إذا تاب عن الذنب، أما إذا ما تاب شون الله يغفره جل وعلا؟ إذا تاب عن الذنب والذنب بينه وبين الله جل وعلا، الله جل وعلا شنو؟ يغفر الذنوب جميعا. موتي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، القرآن الكريم يقول. زين أكو ظلم زين العابدين يقول، وذنب زين العابدين يقول لا يغفره الله، وهو الشرك بالله. حتى أكو آية قرآنية بهذا الباب أنه الله لا يغفر شنو؟ الشرك به. يعود البارحة سولفنا، هاي استجابة لنداءنا البارحة. المهم ثلاثة، أكو ظلم يقول زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه الله جل وعلا ما يتركه، وذنب الله جل وعلا ما يتركه، شنو هذا الذنب؟ يقول بين العباد والعباد، أنت ماخذ غيبة فلان، تجي يوم القيامة تقول له اغفر لي، الله جل وعلا يقول لك الذنب ويمي حتى اغفر لك إياه. الذنب يمن يم العبد، فأنت روح رض العبد أنا أغفر لك، مو شغلة مو يمي، مو يمي، أنت ماخذ حق غيرك، أنت معتدي على غيرك، أنت 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 أنت، يقول لك هذا مو يمي حتى أغفر لك إياه، هذا يم عبدي، روح رضي. زين هو عبده يرضى يطيق؟ شي رضي عبدك؟ هو البشر يوم القيامة يدور لحسنة، شلون يتنازل عنه؟ شو حكي هذا؟ زين هاي المحطة الثانية، الحمد لله قدرت أسيطر على وضعي ومرينا عليها مرورا سريعا. المحطة الثالثة في البحث المهمة اللي هي مصاديق الظلم في القرآن الكريم، والزهراء تقول للخصومها أنتم ظلمة، أريد أطبق كل هاي المصاديق على أعداء الزهراء وأعداء آل البيت حتى نعرف الحق من الباطل، حتى تعرفون الضلال من الهدى، حتى تعرفون من الذين واجهوهم آل البيت. منو واجهوا؟ منو آل البيت واجهوا؟ منو؟ أول مصداق من مصاديق الظلم في القرآن الكريم، هاي البارحة قرأناها الآية وراح أقرأ غيرها، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الشرك بالله شنو؟ ظلم، يقول القرآن الكريم. أقرأ لكم آية ثانية وأجي بعض النكات القرآنية أنعشكم بها. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هسنا أنا أكو شيء أكو التفاتة بهاي الآية عجيبة أرد أقولها، وهي النمرود إش وقت حاج إبراهيم في ربه؟ حاج 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 يعني جادل ناقش. إش وقت حاج إبراهيم في ربه؟ إش وقت القرآن يقول؟ لما آتاه الله الملك، فرعا قاموا يناقش وقاموا يحاججوا، وهاي عسبالك الآن ما موجودة، تشوفه إنسان عادي حباب طيب، هو يسلم عليه قبل لا أنت تسلم عليه، يحكي بالأمانة والدين والتقوى والورع والصدق، ها
حصل مسؤولية. ايش صار؟ يعني هي بس تلعن نمرود لأنه تغير لما جاء الملك. الآن كم واحد جاء ملك تغير؟ ما أدري هسه أحد ملوك بني أمية أو بني العباس. أصور بني العباس منصور الدوانيقي إن لم تخن الذاكرة. لما جت الخلافة يقولون كان يقرأ القرآن ليل نهار. لما جت الخلافة خلى القرآن على الرف، قال له يا كتاب الله هذا فراق بيني وبينك، افترقنا أنا يا غير يا آسي ويني وينك اللي خلقك بعد، هذا فراق بيني وبينك وشمر القرآن. يعني يتصور بس ذولاك الآن كم واحد طيب عشتوا وياه وشفتوا أمانته وتواضعه و و و بس صار تغير الأول والتالي، مصيبة. ولهذا القرآن شو قد دقيق، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إيش وقت أن آتاه الله الملك سودا، أنا أحيي وأميت. زين، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم. يعني سمى شرك نمرود بالله شنو؟ ظلم. والله لا يهدي القوم الظالمين، سمى شرك نمرود ظلم، قال له أنت ظالم لأنك وضعت الشيء في غير محله وموضعه. قبل لا أجل النكات تحملون شوية. آية أخرى، يسألك للنبي، يسألك أهل الكتاب يهود ونصارى أن تنزل عليهم كتابا من السماء. طبعا يردون كتاب مرئي، هو الله نزل كتاب على النبي، لا يردون كتاب مرئي. شلون رادوا رب مرئي؟ فقد سألوا موسى اليهود قبل أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بشنو؟ بظلمهم. سمى انحرافهم في مجال معرفة الله وتوحيد الله شنو؟ ظلم. الزهراء لما تقول للجماعة أنتوا ظلمة كما قرأنا البارحة كم فقرة من خطبتها، يعني انتو صارت عندكم مشكلة حتى بمن؟ حتى بالتوحيد، حتى بمعرفة الله، انتو دخلتوا على خط الشرك. ايش تقولهم الزهراء عليه السلام؟ قضية مو سهلة يعني، مو سهلة. يا سيدي مو تباوع يعني من الله يحفظكم شوية بس ركزوا ياي. هو شنو الفرق يعني؟ ذولا يقولوا له أرنا الله جهرة، خلي الله نشوفه وجه لوجه، شو بعيوننا نشوفه. الغير قالوا الله ينشاف يوم ما قالوا، قالوا نشوفه يوم القيامة يوم ما قالوا، قالوا نقعد وياه ونسولف يوم ما قالوا، قالوا قاعد على العرش ورجلي على الكرسي يوم ما قالوا، قالوا يضحك ويبكي يوم ما قالوا، قالوا ينزل على حمار يوم ما قالوا. ذولاك قالوا لا راوينا الله، ذولا قالوا الله ينشاف، وكل اللي قالوا ذولا قالوا ذولا وزيادة زادوا عليهم، زادوا عليهم. شنو الشرك وأخبار أحمر وهذا اللي الزهراء عنته بخطبتها، فبئس للظالمين بدلا وسيعلم الذين. تلت هذه الآيات من بعد ما أشارت إلى مظلوميتهم. زين، بعد آخر آيتين أجل بعض النكات الدقيقة. يسألك أهل الكتاب، هاي قرأناها، الذين آمنوا ولم يلبسوا. شوفوا هسه هنا الكلام هم عن الإيمان، الإيمان مو الإسلام، فوق الإسلام درجة اللي هو شنو؟ الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. سمى الشرك شنو؟ ظلم. ولم يلبسوا، يلبسوا على إيمانهم شرك ظلم. شلون الإمام علي عبر عن الإمامة؟ أما والله لقد شنو؟ ولم يلبسوا. الإمام علي شي يقول؟ أما والله لقد تقمصها. بس هاي ثقافة ما يلبس اللباس في القرآن الكريم، ثقافة واسعة. القرآن مرة يعبر عن اللباس اللي يواري سوآتكم، هاي الملابس. القرآن مرة يتكلم عن لباس التقوى، ذلك
خير، مو شيء لباس التقوى. القرآن مرة يتكلم عن لباس الجوع، فأذاقها الله شنو؟ لباس شنو؟ الجوع. هسه هاي ثقافة خاصة في القرآن، معقول يا إخواني؟ والله هذه معارف قرآنية مهمة. هاي الفقرة كقرآن هواي بيها حكي، هواي بيها كلام، هواي بيها معاني، هواي بيها شبكة معاني أكو هنا كثقافة قرآنية. لباس جوع، لباس تقوى، لباس يواري السواءات. هنا القرآن يتكلم عن لباس شرك، أمير المؤمنين يتكلم عن لباس الخلافة لغير مستحقها، أما والله لقد تقمصها. هوايكو حكي هنا يعني، هوايكو حكي هنا. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. وقد آخر آية، وقد خاب من حمل ظلما، يعني شنو؟ شركة. حمل ظلما شركة. زين، هسه احنا بالمحطة الثالثة، اول مصداق من مصاديق الظلم في القرآن الكريم، والزهراء تقول لخصومها انتوا ظالمين، كل هاي المصاديق انتوا تستحقوها وانتوا اهلها. واضح؟ اول مصداق الظلم شنو؟ أيها الأحبة، أيها الإخوة، هنا أكو نكات قرآنية ما يصير أتركها. كثقافة قرآنية، الأصل في الإنسان يعني فطرة الإنسان، صبغة الله اللي صبغ بها الإنسان، الجبلة الإنسانية مفطورة على التوحيد، هذا الأصل. الإنسان يلوث هاي الصبغة والفطرة والجبلة، يلوثها بذنوبه وآثامه و و و و وآوات كثيرة، فيشيل التوحيد، شي يخلي بمكانه. حتى رسول الله ماذا يقول؟ الصور الحديث كلكم حافظين، كل مولود يولد على شنو؟ على الفطرة. فطرة شنو؟ فطرة التوحيد. طبعا هنا لهم أكو قضية، فطرة التوحيد أهل البيت هاي فطرة الله، فطرة الله ومن أحسن آخره، قالوا عنها في تفاسيرهم التوحيد، الفطرة التوحيد. تلقى نفس المعصوم قال الفطرة ولايتنا. شوفوا شوفوا نفس الروايات، يعني نفس جعفر الصادق، مرة يقول الفطرة التوحيد، مرة يقول الفطرة شنو؟ أنت تقدر تفصل بين فطرة التوحيد ومعرفة التوحيد وبين ولايتهم؟ تقدر؟ من أراد الله بدأ بكم، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها وشروطها، وأنا توحيد إمامة وأنا من شروطها. موتشي كنت تجي للإمام تأخذ معرفة الله. هناك تقرأ دعاء آخر الزمان، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك شنو؟ ضللت عن ديني. فأنت تقدر تفصل بين الأمرين. ولهذا الجماعة لما ذولا ألبسوا أنفسهم الشرك كما يعبر القرآن، أكو ناس ألبسوا أنفسهم وتقمصوا الخلافة بشكل غير رسمي وغير صحيح، بالنتيجة ذولا أضروا بتوحيد الله، وذولا أضروا بتوحيد الله ومعرفة الله. ذولا أبدلوا التوحيد اللي هو فطرة الإنسان الأصلية بالشرك، وذولاك أبدلوها شنو؟ أيضا بالشرك. ولهذا من مات عندنا وعند غيرنا، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة شنو؟ جاهلية. شرك، والشرك ظلم، والزهراء تقولهم أنتم ظالمين. شوفوا هاي النكتة القرآنية، الأصل التوحيد، تفتون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واحد، وجعل الظلمات والنور، اثنين، ثلاثة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني هنا الأصل التوحيد لو الشرك الظلم،
شنو الأصل؟ دخل عيد الآية قرآن قرآن وعترة. شفنا أمير المؤمنين شي يقول، راح أقول لكم، رسول الله مرة دخل المسجد محطة استراحة، خاف البحث يصير ثقيل، رسول الله مرة دخل المسجد شاف جماعة يقرؤون القرآن ويحفظون وجماعة يقرؤون ويتعلمون، فجلس مع الذين يتعلمون وقال إنما بعثت معلما. قال كل على خير، ذولا على خير وذولا على خير، بس ذولا أفضل. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر تعلم، خلنا نتعلم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كل توحيد ومعرفة بالله. ثم الذين كفروا، ثم عطف يفيد التراخي والترتيب. شنو التراخي والترتيب؟ يعني بالبداية وكأصيل يولد على فطرة التوحيد، ثم الذين بعدين هو يلوث روحه ويصير كافر. كأصل شنو هو؟ كبداية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم تراخي بعد فترة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون بربهم غيره. ظلم يا مو ظلم؟ ظلم، وهذا الشرك كما عرفناه في المحطة الأولى. أصل توحيد، ثم تراخي وترتيب يعدلون بالله غيره. كل مولود يولد على الفطرة. الدور النبي يقول يجي دور البيئة والحاضنة، أبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه إلى آخر. هسه هماكم أنا هم ينصبانه، إذا هذا التعبير يسووا ناصب، يعني ينصبانه يوهبانه مثلا، سووا هابي يدعشانه مثلا. أصل التوحيد، والتوحيد من خلال أهل التوحيد، وهذا بحث السنة نزلته 30 ليلة إذا تتذكرون، من 1 محرم ل30 محرم السنة كان بحثي دور آل البيت في التصحيح، في تصحيح الفكر والعقيدة على مستوى العقيدة والفقه، و 30 ليلة أكملته في بغداد، ليلة 30 محرم 30 ليلة أسولف بارتباط العترة والتوحيد. خش أقدر أعيد 30 ساعة 30 ليلة للتابعة ويعرفون شنو أقول، ارتباط التوحيد بالأئمة عليهم السلام. هذه آية، أكو آية أخرى ما أدري الأحبة من شدين وياي ولا، أكو آية أخرى هيك تقول بس، وهذا هم طرحت السنة بمحرم للإخوة التابعوا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم، عجيب شعر، عجيب القرآن، أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق شنو إخواني؟ قدم أسبقية وسابقية، فلان إلى قدم بالإسلام. قدم بالإسلام يعني شنو؟ ها؟ أسبقية يعني إلى بالإسلام، هذا سابق غيره، موتي قدم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق عند ربهم بشنو؟ بالإيمان والإسلام ومعرفة الله وتوحيد الله. فكأصل شنو؟ وكأسبقية شنو؟ كأصل خلقة شنو؟ توحيد. وهذا بحث السنة هم نزلته، السنة فرقت بين 6 مفردات قرآنية، كون الأحبة يتابعون هاي الأبحاث. بينت الفرق بين لسان الصدق، واجعل لي لسان صدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق في مقعد صدق، ومبوأ صدق، ومدخل الصدق، ربي أدخلني مدخل، ومخرج الصدق وأخرجني مخرج الصدق. طرحت ذني المفردات كلن، وشنو الفرق بين اللسان والقدم والمبوأ والمقعد والمدخل والمخرج وهكذا. هم طرحت السنة ب10 ليالي بحث الصدق في القرآن الكريم. وبشر الذين آمنوا أن لهم شنو؟ قدم صدق عند ربهم. آخر نكتة أقولها الثالثة الأخيرة،
حتى بكت الله الحق اخذ لي بعد مصداقين للظلم. نقول شويه مشينا بالبحر. بالمقابل الشرك الطارئ، هيك خلي اعبر، الشرك الطارئ والتوحيد الجذري الفطري الجبلي الاصلي، والشرك شنو؟ طارئ. لما تجي للقرآن تريد تشوف حقيقته تلقاه وهم في وهم. القرآن يعني يعبر عنه تعابير غريبة كتاب الله، يقول وهم في وهم، هراء في هراء. شلون؟ بلا شوفوا هاي الآية جد عجيبة، وش تنتج من مفعول قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا، من هم؟ الخلائق. ها؟ الخلائق. نحشرهم شنو؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، يعني الظالمين، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. وقفوا هنا، أنتم وشركاؤكم. ما أدري أنا أكو نكتة أنتم ملتفتين هاي ولا هاي. النار مكانكم أنتم وشنو؟ تباوعوا لي وشركاؤكم. زين هم، شوف الوهم، شوف هم سووا برواحهم. زين هم خلوا شركاء لأنفسهم لو شركاء لله. لله مو صحيح؟ هم خلوا شركاء لمن؟ القرآن الكريم شي يقول؟ أنتم وشنو؟ وشركاءكم. أنتم شنو؟ الله ما عندنا شريك باباي. طيب انتم سويتوا الحج تعبانة. أنتم شركاءكم أصلاً دول. شنو الله مين له شريك؟ زين دول بالضبط كانوا يعبدون منو وشنو؟ قد دقيق التعبير القرآني. مو أوقفوا أنتم شركائنا. لا لا. قال القرآن الكريم يقول ثم نقول للذين أشركوا، من جملتهم وعلى رأسهم قمة هرمهم قتلت فاطمة. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. مو شركاؤنا، احنا ما عندنا شريك. أنتم بكيفكم دولوا ذو شركاء الله، شركاؤكم دولة. أنتم وشركاؤكم. لا طريب، لا شوف شوف، لا شوف تقول الآيات بعدين. وقال شركاؤهم، مو شركائنا، شركاؤهم، ما كنتم إيانا تعبدون. الدور المسألة حتى شركاؤهم هم ما يقبلون يصيرون شنو؟ شركاؤهم. وحتى ذولا هم تبروا منهم، قالوا انتم تكذبون، انتم ماشي تعبدون، انتم تعبدون أهواءكم، تعبدون الشيطان، تعبدون نفسكم الأمارة بالسوء، ما كنتم تعبدون حتى احنا شركاؤكم. أصلاً مو بس رب العالمين ما يقبل إحنا شركاء، إحنا هم ما نقبل بيكم شنو؟ شركاء. أنتم تعبدون أهواءكم، تعبدون أنفسكم، تعبدون الشيطان، تعبدون الأحبار، تعبدون الذين حرموا الحلال فاتبعتموهم وحللوا الحرام فشنو؟ وهذا إشكال ترى صار على القرآن. دول اليهود والنصارى قالوا أكو إشكال على القرآن. يا بس شنو الإشكال على القرآن؟ جاءوا أهل البيت قالوا قرآنكم بمشكلة. هل بدهم شنو المشكلة بقرآننا؟ قالوا القرآن يقول عنا إحنا نعبد الأحبار من دون الله ونجعل الأحبار شنو؟ أحسنتم، أربابا كما يعبر القرآن، أربابا من دون الله. هتش معلومة غلط، ما أكوش معلومة. إحنا يهود وإحنا نصارى أعرف بأنفسنا، والله ما فينا من عبد حبرا أو حبرا، ترى الاثنين صح، حبر وحبر الاثنين صح. ما فينا من عبد حبرا، فشلون القرآن يقول تخلوهم أرباب؟ احنا ما عبدنا حبر من الأحبار أبدا. فقرآنكم باشتباه، قرآنكم ما يعرف تاريخنا صحيح. تفتنهم الإمام قال لهم لا، احنا أعرف بكتاب الله منكم. لا المعلومة صحيحة. شلون صحيحة؟ الإمام قال لهم جعلتم الأحبار أربابا من دون الله وخليتوهم شركاء لله بالتشريع. احنا مو عندنا التوحيد بمن؟ بالتشريع. مو شي
عندنا بالعبادة وعندنا بالطاعة وعندنا بالخالقية وعدنا, وعدنا 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 من جملة بمن؟ بالتشريع، أنه الحكم حكم من؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وإحنا بحث ظلم، وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم شنو؟ ها موتي؟ زين. أحباركم حرموا الحلال وحللوا الحرام، أنتم اتبعتموهم أو لا؟ حتى لو تقولون احنا نعبد الله بس هم حلال حرموه، حرام شنو؟ حللوه. انتوا اتبعتوهم؟ اتبعناهم. صح اتبعناهم. قالهم يعني شنو؟ يعني جعلتموهم ارض. نخلي محطة استراحة اخيرة يا مادر. الامام سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله ليش شالوا حي على خير العمل من الاذان وكانت موجودة بزمن النبي؟ الإمام سلام الله عليه قال لهم تردون السبب الظاهري والحقيقي، قال له الظاهر والحقيقي، قال لهم الظاهر شال حي على خير العمل فلان اللي هو الثاني، باعتبار قال لهم احنا الآن في زمن فتوحات وإلى آخره، فالمسلمين إذا سمعوا الصلاة خير العمل يتركون شنو؟ يتركون الجهاد. إذا الصلاة خير العمل يروحون للصلاة خير العمل، ليش جهاد؟ يتعبون ويقتلون وينجرحون. زين هو الله من خلاها ما يدري؟ يعني الثاني درى والله ما كان يدري مثلا فاتت رب العالمين والثاني ما فاتته مثلا؟ ما تفهم. المهم فأنا شلتها. الإمام قال لهم السبب الظاهر اللي حذفها هذا، قالوا له زين مو الحقيقي؟ قال لهم الحقيقي حي على خير العمل يعني بر فاطمة وأولاد فاطمة فحذفوها. هذا حي على خير، لأن هم سألوا النبي قالوا له حي على خير العمل اش ترمز اش تعني؟ قال لهم تعني بر فاطمة وأولاد فاطمة، هذا خير العمل. والدليل خير العمل أنه بيوم الغدير من دون بر فاطمة وأولاد فاطمة الله قال دينكم كله ما مقبول، صلاتكم صومكم زكاتكم حجكم، صحيح ولا؟ وإن لم تفعل فما بلغته، لا صلاة لا صوم لا حج لا كل شيء، كله بر فاطمة وأولادها وولاية علي وأولاده. فحذفوها الإمام قال، لأن يدرون هاي معناها بر فاطمة وأولاد فاطمة، هذا السبب الحقيقي بس الظاهر ذاك. فضحهم عراهم مثل ما أم الزهراء عرت الخصوم، كشفوا الزيف أهل البيت. هو هذا البحث اللي نزلناه محرم من 31، دور آل البيت في تصحيح الفكر والعقيدة وكشف الانحراف. 30 ليلة سولف نبي السنة. تبعوهم في أمور عديدة، مسألة الوضوء بالصلاة، إذا أرد عدل لك إياها المين عدا ولا يكون صلاة، لعبوا بالدين لعب. إذن المصداق الأول للظلم شنو بالقرآن؟ الشرك. 2 4 دقائق حتى أروح للرثاكة. 2 بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتهم عليهم أعداء فاطمة اللي قالت لهم خطبتها أنتم ظالمين، أنتم ظالمون. ومن يتعدى حدود الله، حدود الله حلال حرام، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يا أخواني إحنا هذا كله يرجع التعريف الظلم. هسه أختار مسألة من المسائل، من تتجاوز حد الترخص إقامة ما عندك حد الله أن شنو؟ أن تقصر مو شيء؟ أن الصلاة صليها قصر، يعني الرباعية صليها شنو؟ قصر. الثالث حتى القبلة حسب الظاهر يسووها تمام، قالوا القصر، قالوا هاي رخصة مو عزيمة، رخصة يعني تقدر تصليها قصور وتقدر تصليها شنو؟ مع أنها عزيمة مو رخصة، وصلوها تمام. زين هذا تعدى حد الله يوم ما تعدى حد الله؟ الله قال قصر، هو يقول لا تمام تعدى حد الله. القرآن الكريم يقول فأولئك هم ال، يعني خلى التمام وضع الشيء في غير موضعه محله، خلى التمام في موضع القصر.
ظلم، بئس للظالمين بدلا. وسيعلم الذين ظلموا هو هذا. شوفوا يكفي كافي خلاص، بكرة نكمل. شوفوا إخواني آخر حكاية أقولها، أي منقلب ينقلبون الظلم الظلمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو انقلبتم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. نفس ونفس المعنيين ونفس الناس كل هذا اليوم كل نفسه. مش نعم إنا لله وإنا إليه راجعون. شلون ظلموا أهل البيت؟ الله يدخل على زين العابدين يشوفه يبكي ليلا ونهارا، يقول ليش هلقد تبكي؟ والله ابتلتنا. طب عليك الصبح تبكي، الظهر تبكي، العصر تبكي، بالليل تبكي، ما قدم له طعام ولا شراب، يعني الماعون ينطوه ماعون الرز يترسى دموعه ويأكل الإمام. شنو هاي؟ يطوه قدح ماء يترسى دموعه ويشربه، شنو هاي؟ قالوا له راح تموت، نخشى عليك أن تكون من الهالكين، راح تموت. شلون يعقوب قال له حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين؟ يعقوب على يوسف راح تموت. يقول له الإمام لأبي حمزة، يقول له أبو حمزة أسألك سؤال واحد، سألني عن سبب بكائي سؤال واحد. قال سل يا ابن رسول الله. قال له هل رأت عيناك سمعت أذناك أن امرأة سبيت لنا قبل يوم عاشوراء؟ شفيت سمعيت مر عليك بالتاريخ هاشمية انسبت؟ شلون ما أبكي يا أبا حمزة وأنا شفت أهل بيتي مجزرين كالأضاحي على وجه الأرض وعمتي سبوها من بلد إلى بلد ومن ظالم؟ القضية كبيرة كبيرة هواية كبيرة. آه عليكم هذا البيت خصوصا مولانا هاي ليلة 11، الله خيام ماكو 82 طفلة وطفلة وزينب محتارة. يعني انت يعني هي القضية كبيرة بس ما أدري شلون أقولها، خاف صاحب الزمان ما يرضى علي، والله أخاف. أنا ترى صادق على المنبر، المنبر أخاف منه، أعتقد بمنبر الحسين، ما أقول شيء ما مقتنع به. والله مرات نخاف نقول بعض الأمور، خاف يزعل الإمام، وإذا زعل الإمام شي خلصنا، يعني خاف نفقد توفيقنا. يا إخوان يعني أنتوا توقعوا نساء تريد تنام، نساء تريد تنام من دون خيمة من دون مكان تحتمي بيه، شلون تنام المرأة؟ خصوصا إذا كانت علوية بنت رسول الله جدها محمد، شلون تقدر تنام؟ تفكر أنت بالموضوع شوية، فكر. تقدر أنت هسه مرة تقدر تشوفها نايمة بالشارع؟ ما تقدر، صعبة. ليلة 11 ماكو خيام يا جماعة، ماكو خيام، الخيام محروقة، النسوان صار لهن يومين منايمات ماي مشاربات، عود آخر شي ليلة 11 بالليل جابوا لهن ماي وصارت قصة. شلون قصة؟ أوه أوه شلون قصة؟ هسه أقول لكم إياها القصة، أقرأ لكم إياها هسه. ولهذا زينب تقول له للحسين، خوش أبيات جداد، زينب تقول له للحسين، تقول له أخويا عين الناس أمضى من السهام، أخويا عين الناس أمضى من السهام، وارجى من اللي يلبس ستر الظلام. انتوا هالحس اسمع، خويا عين الناس أمضى من السهام، وارجى من اللي يلبس ستر الظلام، والله الظلام. ومن تنام الناس عيني ما تنام. عود ليش عينك ما تنام؟ اسمعنا خويا، من تنام الناس عيني ما تنام. عود ليش ما تنام؟ يا با ما تنام احرس عيالك من عيون الحرام. شلون حكي هذا؟ شلون حكي هذا؟ الله اكبر.
اخويا ماكو العلويات مني نابا انا ما نام بقباوع. تدري ليش ابو علي خاف واحد يباوع عندنا ابو عبد الله؟ خويا عين الناس امضى من السهام وارجى من اللي يلبس ستر الظلام، ومن تنام الناس عيني ما تنام انطر عيالك من عيون الحرام يابا من عيون الحرام. وعلى ذاك الخدر يا ابن ام السلام وعلى ذاك الخدر يا ابن امي يا ابن امي يا ابن ام السلام يا با من تلتل الليل بظلامه يحسي ان ايمت اليتامى، وناديتكم يا اهل النشامه 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 يا اهل المراجل والكرامه يا اهل المراجل المراجل والكرامه والكرامه، ترى حسينكم رضى وعظام. والله ترى حسينكم رضى وعظام. هنا صارت قضية عندي وقيت، هنا صارت قضية لا ي... ما اريد واحد الليلة يبكي بروتكم. هاي القصيدة قرأتها مرتين، مرة قرأتها بطريق الزوار خان النص السادة حاضرين، ومرة قرأتها بحرم أمير المؤمنين لعله شفتوها. هاي المرة الثالثة قرأها بالقرنة، وين ما أقرأها الأمة تنقضب، لأن فكرة جديدة قصة جديدة. ليلة 11 بالليل جابوا لهم ماي العلويات. زينب ايش قالت؟ قالت اول من يشرب الاطفال، الكبار بعدين يشربون، خلي البنيات يشربن. بروايات اهل البيت من تجيب هديه اول ما تبدي بالبنات بعدين الولد. فمن جابوا ماي زينب قالت تبدون بالزغار وبالبنات. احنا اهل البيت هاي اخلاقنا، نبدي بالبنيه الزغيرونة. بمن نبدي زينب؟ قالت برقية بنت الحسين. رقية إجاها السقة يريد يسقيها ماي، صارت محاورة بين رقية وبين السقة. اسمع المحاورة بس شنو هذا الشطر تجاوبوني به. يا ليلتي الحادي عشر آهش عظام هالليلة، من جابوا الماي وغدت ضج بحريم العيلة، من جابوا الماي وغدت ضج بحريم. يا ليلتي الحادي عشر آهش عظم هالليلة، من جابوا الماي وغدت ضج بحريم. اسمع. ركضت رقية على السقا ونادت إيقاف يا سقاي، لو تاخذي الماي وترد لو للرموح تمشي ويا. ممنوع واحد يشرب بالبداية، الروح أنا وياك بالرموح، شكو بالرموح؟ لو تاخذي الماي وتريد لو للرموح تمشي وياه. وليش هاليوم ثالث والدي عطشان ما شرب هاليوم ثالث والدي عطشان ما أغرف لبيج فوف العذب بل جن أراوغ ليلة. يا ليلتي الحادي آهش عظم هالليلة، من جابوا
ما يخالف هذا الماي يلا انطي الابوت حتى يشربون. تغرف الماي ولو مشت من جفوفها يتبدل طفله اذا ياتها صغار الماي يطيح من نديها. تغرف الماي ولو مشت من جفوفها ما بين ابوها ويلسقى تجيب الدروب وترد. طفله وغصونها من العطش ذبلان مثل الورده ومن وصلت لذاك الرموح قلت عليها الحيله. يا ليلة الحادي آهش عظام هل جو من جاب والماي وغدا ضج بحر. تغرف الماي ولو مشت من جفوفها ما بين ابوها والسقى تجيب الدروب وترد. طفله وغصونها من العطش ذبلان مثل الورده ومن وصلت لذاك الرمح قلت عليها الحيله. لا لا تجاوب لا لا تجاوب حتى نستغل الوقت. قلت علي ما وصلت الربع الرمح الرمح عالي هي طفلة صغيرونة شلون الشرب ابوها. ما وصلت الربع الرمح كل ما تمد ايديها بالخزرانة تعلقت تحني الرمح ناديها. حاولت يا ما حاولت رفعت شعب رجليها قام ترفع اطراف رجليها توقف على صابعها حتى تشرب ابوها. حاولت يا ما حاولت رفعت شعب رجليها والراس يتمايا يبكي لها وتبكي لها. يا ليلة الحادي عشر آهش عظام هالليلة من جاب والماية وغدت ضج بحر يبكي على بجاه الرمح ظل ينحني ويتطوى من شافها هدها العنى وقامت تقوم وتهوى حتى بعدوها توسلت بل كان بقايا مروة. ماكو مروة يا ناس قام تتوسل بشايل الرمح تقول له مروتك بس نزل لي اياها شربه ماي حتى نشرب. حتى بعدوها توسلت بل كان بقايا مروه ينزل الراس من الرمح تشرب العذب ويشيله. يا ليله الحادي عشر اهش عظام هالليله من جاب والماي وغدا ضج بحر. مو قام تتوسل قام ويضحكون العدا قام يضحكون عليها بنت الحسين يضحكون عليها تبا للدنيا. قام ويضحكون العدا شوفوا الدهر دولابه شوفوا
الدهر دولابه، شوف الدهر دولابه، حسبالهم طفلة عمر جابوا لها لعابه. قاموا يضحكون العدا، شوفوا الدهر دولابه، حسبالهم طفلة عمر جابوا لها لعابه، وهي على ابوها مفرفره. وهي على ابوها مفرفرة تبجي وتحن، يا بابا يا بابا يا بابا. ضحك الشماتة ظل يقص بضلوع صدر صليله بيت الدعاء، ضحك الشماتة ظل يقص بضلوع صدر صليلة، وقعت تعبت وقعت على راقي الرمح وتريد تسهر يمه، لن من ظلام المعركة تسمع نوايح حرمة. يا حبيبة ركضت رقي على الندى ومن المصيبة